ولمناقشة تطورات المشهد في السليمانية بعد استشهاد 6 من المتظاهرين ينضم إلينا الدكتور عبد السلام برواري، أستاذ العلوم السياسية عبر سكايب من أربيل. مرحبا بك معنا دكتور. دكتور، قبيل اندلاع المواجهات والاحتجاجات خرج وزير المالية في حكومة كردستان العراق يبين الموارد للشعب، ثم تبعه مسؤولون في الحكومة والحزب ينكرون معرفتهم بما أعلن الوزير. بماذا تفسر هذا السجال؟ يعني بالضبط، أنا أعتقد تحية طبعا لكم وللأخوات والإخوة المتابعين. هذا بالضبط تفسير ويوضح الحالة في كردستان. أنا استمعت بهدوء إلى تقريركم، ولكن في الحقيقة هذا مو هو الوصف للواقع. يعني قبلها بثلاثة أيام وزير المالية التابع لحركة التغيير تحدث أنه كان ضمن الوفد الذي وقع على اتفاقية 50 سنة، وهي بالمناسبة ليست اتفاقية سرية، من حدود التركية العراقية إلى ميناء جيهان. هناك شركة تركية تمتلك أنبوب نفط، تم اتفاق معها ل50 سنة على تمرير النفط من خلاله، لقاء طبعا أتعاب. هذا كل ما في الاتفاقية اللي لكن قبل ما تحدث هو وأكد أنه هو نفسه كان هناك، رئيس السابق لكتلة التغيير في برلمان كردستان ظهر وقال أنا أتحدى أن يذكروا لي اسم أي واحد مطلع. شفت نائب رئيس الوزراء كان من الاتحاد الوطني، ونسمع أعضاء مكتب سياسي من الاتحاد الوطني يقولون نحن لا نعرف شيئا. هذا هو هذا الوضع، يعني لا يمكن أن تنطي أي تفسير منطقي. الشيء الآخر، يعني أنا أرجو أن الناس يرجعون إلى الصور المنتشرة. هؤلاء الذين يحرقون البنايات ويقتلون الناس، يطبقون الناس، هم ليسوا موظفين. لاحظوهم، هم شباب مراهقون يتم استخدامهم من قبل جهة معينة واضحة. من هي؟ من هي هذه يعني الجهة؟ هل يمكن تسميتها دكتور؟ أحزاب ليس لها أي وجود في يعني حزب الديمقراطي الكردستاني ليس له نفوذ في السليمانية. ثم هناك طبعا مجموعات صغيرة جدا تهيئ الشارع ضد الحكومة، لا ضد سياسات الحكومة. أنا أفهم المعارضة، المعارضة هي it is opposite to, it is not against. نعم. هي ليست ضد النظام السياسي، هي لها وجهة نظر أخرى. لكن هذا الواقع طبعا هو اللي أدى إلى أن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني يشير بوضوح إلى وجود أطراف أخرى تؤجج الأوضاع. وإلا في الأسبوع الماضي دكتور عبد السلام، تقريب كردستان بتوزيع ما الموتر. ما أثر هذا السجال على اندلاع الاحتجاجات في ظل تضارب المواقف وعدم الشفافية كما يقول المراقبون؟ يعني هناك كلام للوزير وهناك أيضا كلام مضاد لجهات أخرى. يبقى الإنسان العاقل يفهم. يعني أكررها مرة أخرى، ما أدري المراقبون يأخذون أفكارهم شلون، لما وزير مالية تابع لحركة التغيير يقول علنا في محطة إذاعة التلفزيون أنا كنت موجودا وضمن الذين وقعوا على الاتفاقية، وإعلام هذا الحزب ممثلو هذا الحزب في البرلمان كردستان ومجلس النواب العراقي يكررون في القنوات أنهم لا أحد يعرف شيئا عن هذه الاتفاقيات السرية، أنت قل لي منو يحكم؟ يعني واضح جدا مجرد تكرار هذه المقولة لا يجعلها هي الحقيقة. نعم. طيب دكتور، يعني إذا انتقلنا إلى سؤال آخر يتعلق بالمنظمات الدولية، هذه المنظمات التي أدانت تعامل القوات الأمنية بقوة مفرطة مع المتظاهرين أدت إلى استشهاد 6 حتى اليوم، وأدت إلى عشرات الإصابات، هل ترى أن الحل الأمني هو الحل مع هذه القضية؟ أنا آسف، كان ممكن تسألون أحد الأخوان من السليمانية، ولكن هذا أيضا ليس تصويرا حقيقيا للوضع. بالعكس، هناك كثير من قبل قوى الأمن
أنا أتابع الوضع من يومين ثلاثة، قوات أمن وقوات الشرطة ومكافحة الشغب موجودون في الشوارع بكثرة، وعلى مرأى ومنظر منهم يتم حرق المقرات، يتم حرق الدوائر الحكومية بالضبط. هذا يعني أنها مهملة. هناك إطلاق نار من قبل الذين يسمون متظاهرين أيضا، يعني هذه موثوقة بالصورة والصوت. أنت قلت دكتور قبل ذلك أنها جهة يعني ما معروفة، يعني ليس بالضرورة أن يكون المتظاهرون من يقومون بذلك. لا، هناك جهة تستغل عواطف شباب بالتأكيد عاطلة عن العمل، هذه الجهة واضحة، جهة خارجية موجودة بتواجد عسكري وتواجد جماهيري واضح في منطقة نفوذ الاتحاد الوطني، يعني السليمانية وما في حزب العمال الكردستاني في تركيا، أصدرت مجموعة من البيانات تصور الوضع وكأن حكومة أقليم كردستان قد انهارت وغير عاجزة. طيب. وبيانات تشبه الانتفاضة، لأنه طيب دكتور يعني حضرتك عندما تقرأ وتراقب المشهد وتقرأ تصريحا لحكومة كردستان تعلق من خلاله على هذا الموقف، تقول أن هذه الأزمة أو الأوضاع الصعبة التي تعيشها كردستان خارجة عن إرادتنا وعن رغبتنا، يعني في هذه الحالة من الذي يتحمل المسؤولية إذا كانت الحكومة تقول ذلك؟ أولا الحكومة العراقية بالدرجة الأولى، لأنها منذ 2014 خلقت أزمة كبيرة في كردستان، امتنعت عن دفع الميزانية، ولا أريد أن يقول لي أحد أنتم أيضا لا تسلمون الواردات النفطية، أبدا هذا غير صحيح. التسليم يتم من خلال تسليم الوارد، بمعنى طرح المبالغ المستحصلة من بيع النفط من حصة الأقليم وهي 900 مليار. يعني للمعلومات مشاهد العادي، في ميناء جيهان في كل خزان هناك الشاشة فيها معلومات وافية عن كل نقطة من نقاط النفط، متى جاءت، لمن تباع، إلى آخره. يعني سومو تعرف جد، شركة طبعا تصدير النفط، تعرف جدا كم يصدر النفط الإقليم النفط، يطرح هذا المبلغ من حصة الإقليم، وهو ما يحدث منذ سنة ونص، نستلم 300 مليار بدلا من 900 مليار. هذا يعني أننا نسلم. نعم، هذا المسؤول الأول في الحقيقة. المسؤول الثاني هي بعض الأحزاب الصغيرة التي تعمل حسب يعني رؤيتي كمختص في علم الاجتماع السياسي، تتصرف بمعايير عشائرية قبلية، مجتمع، مدينة، قرية، سميه ما تسميه، هي عجزت عن أن تكسب ود الناس وأصواتهم، لذلك شغلها ديندنها هو تشويه الواقع، تهجيج الناس ضد السلطة وخلق المشاكل. وهناك طبعا قوى إقليمية أيضا لا يعجبها الأسلوب أو نمط الحياة في كردستان. نحن عندنا تعددية، عندنا مع ملاحظاتنا على ما عندنا، ولكن قبول الآخر شيء مختلف. الفكرة دكتور، التعامل مع المختلف. نعم، أشكرك جزيلا دكتور عبد السلام برواري، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر سكايب من أربيل.